بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح زي التعليم، ومع درس مراجعه للصف الاول الاعدادي الترم الثاني منهج حاسب الي، ومع موضوع المفاهيم الاساسيه للانترنت. ده الموضوع اللي هيكون موضوعنا النهارده. قبل ما نبدا بذكرك تاني بالاشتراك، بالضغط على كلمه الاشتراك او سبسكرايب، تفعيل زر الجرس اي الضغط على زر الجرس حتى يصلك جديد ما نقدمه على هذه القناة من هذه الخدمة التي تقدم من خلال قناة شرح زائد التعليم. الموضوع النهاردة وهو موضوع المفاهيم الأساسية للإنترنت، بيعلمك أو بيوضح لك ما هو مفهوم الإنترنت وإيه المصطلحات الأساسية والتي يجب أن تعرفها لكي تستخدم خدمة الإنترنت أو تكنولوجيا الإنترنت، وإيه العناصر الأساسية حتى تتمتع بخدمات الإنترنت، وإيه هو مفهوم الويب، وإيه هو عناصر موقع الويب، والفرق بين أبلود وداونلود. ده الأهداف الأساسية من مفهوم الإنترنت. أولا، الإنترنت ده عبارة عن شبكات كمبيوتر. هذه الشبكات تغطي مساحة جغرافية كبيرة يمكن استخدامها، وأهمية هذه الشبكات هي مشاركة البيانات والمعلومات بين الناس وبين الزملاء وبين العالم أجمع. فالإنترنت ده عبارة عن خدمة وتقدم من خلال شبكات الكمبيوتر. معانا أول حاجة تعريفه، الانترنت يمكن ان احنا نعرفه على اساس ان هو شبكة مكونة من مجموعة من الشبكات المرتبطة مع بعضها، وبتتكون كل شبكة من مجموعة من اجهزة الكمبيوتر. بمعنى ان شبكة الانترنت في مصر مكونة من مجموعة الكمبيوترات التي تتواجد عند الناس الموجودين في مصر. اما شبكة الكمبيوتر العالمية فهي تتكون من كل الشبكات الموجودة في كل الدول. يبقى شبكة الانترنت او الانترنت عبارة عن شبكة مكونة من مجموعة من الشبكات المترابطة مع بعضها البعض، وبتتكون كل شبكة من مجموعة من اجهزة الكمبيوتر وخطوط اتصال ومعدات. طيب، حتى اتمتع بقى بخدمة الانترنت، في هناك بعض المتطلبات علشان اتصل بشبكة الانترنت. بالتأكيد هذه المتطلبات باولها ان يكون عندك جهاز كمبيوتر، ده شيء اكيد. هذا الجهاز فيه حاجة اسمها كارت شبكة، ثم مزود او مقدم خدمة انترنت. بمعنى انك يكون في جهاز كمبيوتر، المكان اللي انت فيه او الدولة اللي انت فيها لابد ان يكون فيها خدمة الانترنت. مزود خدمة الانترنت ده بيبقى عن عبارة عن شركات زي الموجودة في مصر، تي اي داتا مثلا على سبيل المثال. وهذه الخدمة، هذه الشركة بتقدم لك خدمة الانترنت عن طريق الاشتراك في هذه الشبكات او هذه الشركات. بعد كده يكون عندك على الجهاز بتاعك حاجة اسمها مستعرض الانترنت. ومستعرض الانترنت او متصفح الانترنت، الاثنين بمعنى واحد، هو ده عبارة عن المتصفح زي جوجل كروم وفايرفوكس واكسبلورا وعندك بينج وغيرها من المتصفحات او مستعرض الانترنت. مستعرض الانترنت هو نفس مصطلح متصفح الانترنت، اي هو البرنامج الذي تستطيع به انك تتصفح شبكة الانترنت. طيب، يبقى احنا عرفنا دلوقتي متطلبات الاتصال بالانترنت ثلاث اشياء: جهاز كمبيوتر، مزود خدمة، مستعرض الانترنت. نيجي بعد كده مفاهيم اساسية يجب انك تعرفها علشان تستخدم شبكة الانترنت او يكون عندك فكرة عنها. هي اول هذه المفاهيم هو مفهوم البروتوكول. والبروتوكول مفهومه بيرسل وبيستقبل البيانات. البروتوكولات مفهومها او وظيفتها انها بترسل
وبتستقبل البيانات عبر شبكة الإنترنت. وكل بروتوكول له وظيفة محددة، له وظيفة محددة. طبعا الكلام ده أو البروتوكولات ده شيء بيبقى خاص بالبرمجة والشبكات وما إلى ذلك، لكن يجب أنك تعرف التعريف بتاعه. فأشهر البروتوكولات المستخدمة في الإنترنت هو بروتوكول التي سي بي على الاي بي، وبروتوكول الاف تي بي. بروتوكول التي سي بي والاي بي ده بيستخدم في اتصال اجهزة الكمبيوتر بالانترنت، ويتكون من بروتوكولين يعتبران من اهم البروتوكولات المستخدمة في الانترنت، اللي هو بروتوكول التي سي بي وبروتوكول الاي بي. بروتوكول تي سي بي مسؤول عن التحقق من صحة توصيل البيانات من جهاز كمبيوتر لآخر. أما بروتوكول الاي بي فهو المسؤول عن نقل البيانات من جهاز لآخر. وأي جهاز كمبيوتر لابد علشان يتصل بمزود الخدمة أو شبكة الإنترنت بيكون له حاجة اسمها الاي بي. الاي بي ده من ضمن البروتوكولات اللي لابد أن يكون يعني زي عنوان لهذا الجهاز حتى نضمن اتصال هذا الجهاز بشبكة الانترنت او اتصاله مع جهاز اخر. اما بروتوكول الـ FTP هذا البروتوكول هو مسؤول عن تبادل الملفات من الانترنت، يعني عايز تبعت ملف لشخص اخر عن طريق الايميل، عايز تحمل ملف من موقع، عايز تحمل فيلم، عايز تحمل صورة، اسمها ده لابد ان يتواجد بروتوكول الـ FTP. طيب ايه هو موقع الويب؟ موقع الويب ده بتبقى صفحة، قد يكون موقع الويب صفحة زي مثلا واحد عامل مدونة، فهي بتبقى عبارة عن صفحة اسمها ويب بيج، صفحة او اكثر، ممكن تكون اكثر من صفحة مرتبطة مع بعضها تحت اسم معين. الاسم بتاع الويب او صفحة الويب او موقع الويب ده بيبقى موجود عندك في الادريس فوق، اللي هو بيبدأ بالhttp او www دوت كذا، وبينتهي اما دوت كوم او دوت انفو او اي من هذه الامتدادات. فموقع الويب عبارة عن صفحة ويب او اكثر مرتبطة مع بعضها تحت اسم معين، وبتخزن على جهاز الويب ولها عنوان بيسمى URL، وده بيسمى عنوان موقع او عنوان الموقع. اذا عرفنا ان موقع الويب ده بيبقى عبارة عن صفحة او عدة صفحات، كل هذه سواء كان صفحة او عدة صفحات بيكون له عنوان او ادريس بيسمى URL. علشان تزور هذا الموقع بتكتب عنوانه في البحث وبتبحث بيجي لك العنوان بتاع هذا الموقع. طيب ده اسمه اليو ار ال، هنا شرح لك اليو ار ال اهوت، العنوان اللي هو بيبدا من اتش تي تي بي وبعدين سلاش، الشرطين مالين دول اسمها سلاش، وبعدين الدبليو دبليو دبليو وديت عنوان شبكه الانترنت العالميه، وبعدين هنا اسم الموقع، وبعدين دوت جي او في دوت اي جي. ده عنوان او موقع التربيه والتعليم، وطالما هو حكومي فبياخد الجو او في، وطالما هو من مصر فبياخد الايجيبت، بياخد الاي جي منه. ده بيشرح لك هنا موقع يعني ايه عنوان اليو ار ال. فهنا الاتش تي تي بي ده بيحدد نوع البروتوكول، والام او اي اسم خادم الويب واسم جهاز الكمبيوتر المخزن عليه البيانات اللي هو موقع التربية والتعليم، وشبكة دي شبكة العالمية اللي هي WW ده الشبكة العالمية، ودي الجي او في بيحدد المنظمة انه حكومي، والاي جي بيحدد البلد او الامتداد. طيب صفحة الويب، صفحة الويب ده بيبقى عبارة عن مستند، وانت خدت طبعا صفحات الويب قبل كده عندك فكرة عنها، بتنشر بها محتوى بينشر على شبكة الانترنت، وبيتم عرضه من خلال مستعرض الانترنت او المتصفح زي جوجل كروم والفايرفوكس وبينج وغيره. الصفحة الرئيسية هي صفحة الموقع الاساسية، اول ما بتفتح موقع يجيب لك صفحة الموقع الرئيسية، دي اسمها الهوم بيج او الصفحة الرئيسية.
هي أول صفحة بموقع الويب، ومن خلالها بيتم الانتقال لباقي الصفحات. بيتم الانتقال من خلالها لباقي الصفحات إزاي؟ إن بيبقى في لينكات أما بتضغط عليها توديك لصفحة تانية، أو في كاتيجوريز أو تقسيم للموقع بحيث إن كل قسم بيبقى ليه صفحة أو عدة صفحات. كل ده بيبقى موجود في الصفحة الرئيسية للموقع اللي هي بيسموها الهوم بي. هذا الكلام اللي انا بقوله لك، انك من خلال صفحة الويب عن طريق الارتباط بتوصل لصفحة تانية، ده اسمه الارتباط التشعبي او الهايبر لينك. الارتباط التشعبي ده عبارة عن صورة او نص مرتبط بعنوان، وعند الضغط عليه بيتم الانتقال الى هذا العنوان، ويمكن ان يكون داخل نفس الصفحة او بصفحة اخرى داخل نفس الموقع او موقع اخر. يعني بتعمل صفحة رئيسية للهوم بيج أو الموقع، بيبقى فيه إما لينكات اللي هو الارتباط التشعبي كده، فبتضغط عليه بيحولك على صفحة تانية في نفس الموقع أو في نفس الصفحة، أو بيحولك على صفحة تانية، أو ممكن يحولك على موقع آخر. معنا بعد كده الداونلود والأبلود. الداونلود معروف، كل الناس عارفة إن ده معناه تنزيل ملفات أو نسخ ملفات من خلال الإنترنت إلى الكمبيوتر. يعني بتجيب ملفات من الانترنت داخل الكمبيوتر عندك، ده اسمه داونلود او انزال ملفات او تحميل ملفات. اما الابلود هو عبارة عن ملف او برنامج بترفعه على الكمبيوتر لاحد المواقع، زي ما بنعمل الفيديو اللي احنا بنعمله ده، وبعدين بنعمل له ابلود على موقع اليوتيوب، بنعمل له ابلود على موقع اليوتيوب، ده اسمه الابلود والداونلود، ده الفرق بينه. بنيجي كده تذكر ان، وده طبعا فيه كل اللي احنا قلناه ملخص هو في الكتاب، ممكن انك توقف الفيديو ثواني وتكتب تلخيص ده. هو هنا بيعرفك ايه هي شبكة الانترنت، وايه البروتوكول، وايه موقع الويب، وايه الارتباط التشعبي، وايه انزال الملفات، وايه تحميل الملفات. طبعا ده للي ما عندوش كتاب مدرسي، يوقف الفيديو ويكتب تلخيص للكلام اللي احنا قلناه. بكده عشان ما نكترش في الكلام، بتمنى انك تكون فهمت او خدت فكرة، وان شاء الله في الفيديو الاخر سوف نكمل. الى ان نلقاكم في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.